أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن وزارة شؤون الشباب تتطلع إلى فتح قنوات أوسع وأشمل للتعاون مع الأمم المتحدة في مملكة البحرين في المجالات الشبابية، بما يتيح المجال للتعريف بالنموذج البحريني المتميز في رعاية الشباب وتمكينهم وجعلهم العنصر الأساسي في عملية التنمية. وأكدت الوزيرة خلال لقائها السيد خالد المقود المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين، أكدت أهمية الاستفادة من خبرات وكوادر الأمم المتحدة لنقل المعرفة لشباب مملكة البحرين في عدد من المجالات التي تهمهم بما فيها أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت نصب عينها إشراك الشباب البحريني في تقديم الأفكار والمشروعات التي توصل إلى تحقق الأهداف الأممية. وخلال اللقاء قدمت سعادة وزيرة شؤون الشباب لمحة عن البرامج والمبادرات التي قدمتها البحرين للمساهمة في حث الشباب البحريني والعالمي على المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والبرامج التي يقدمها المركز العلمي البحريني. وبحثت سعادة وزيرة شؤون الشباب مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة سبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى تقديم مبادرات مشتركة في الجانب الشبابي علاوة على بحث عدد من الموضوعات المشتركة. ومن جانبه أشاد سعادة السيد خالد بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة شؤون الشباب لمواءمة برامجها ومبادراتها مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا حرص الأمم المتحدة على توسيع نطاق التعاون مع وزارة شؤون الشباب وتقديم برامج شبابية مشتركة في مختلف المجالات.